شركة ستارت اب ناو شركة استشارات وشركة تدريب تساعد الرياديين العرب انهم يعملوا شركاتهم الخاصة من لما تكون فكرة لتصير واقع عملي. شركات كبيرة لها وجود بالسوق ولها منتجات ناجحة. بتسجل وبتنشر الكتب بطريقة صوتية بحيث الناس وهي عم تمارس أعمالها اليومية ممكن تستمع للكتاب بدل ما تقرأه، وهذا بيزيد فرص الناس اللي عندها مشاكل بصرية ما بتقدر تقرأ، أو حتى الناس اللي ما عندها وقت إنها تحصل على المعلومات والمتعة الموجودة في الكتب اللي ما عم تقرأ. احنا بنفتخر إنه منتج زي تريفكس تم تطويره في الأردن لينافس على مستوى عالمي. اليوم تريفكس من أوائل محركات البحث في الملفات الصوتية، وبرتادون ناس من 210 دول ليستخدموا تريفكس ليدوروا على مختلف أنواع الملفات الصوتية. ألعابنا بشكل عام يعني متعددة الأنواع، في عندنا ألعاب السوشيال جيمز، ألعاب التريفيا جيمز بسموها، أو ألعاب الأسئلة والأجوبة. في شكل أو بآخر في عندنا يعني عدة أنواع بنحاول نستقطبها، سواء عن طريق بعض الديفلوبرز الغربيين، بعض الشركات الناجحة في الغرب، نحاول نستقطبهم ونحاول ناخذ ألعابهم هاي ونعربها بحيث تكون مناسبة للوطن العربي وللمواطن العربي.